إيزابيل إيليندي صاحبة بيت الأرواح تستعيد نشاطها. استعادت الكاتبة تشيلية إيزابيل إيليندي نشاطها خلال جائحة كوفيد-19. استغلت الأيقونة النسوية الوقت لكتابة ونشر الكتب، أيضاً لتدير مؤسسة تساعد النساء ومسلسلاً تلفزيوني عن حياتها. ساعدها الهدوء على نشر كتاب وكتابة آخر وبدء كتاب ثالث. عليك أن تقاتل من أجل هذه الأشياء بسكين بين أسنانك، تقول إيليندي. إيزابيل البالغة من العمر 78 عاماً هي أحد الكتاب الأكثر قراءة باللغة الإسبانية. تم ترجمة 25 كتاباً لها إلى أكثر من 40 لغة، بما في ذلك بيت الأرواح ومدينة الوحوش. رحلتها إلى النسوية بدأت في سن مبكرة بعد وفاة والدها، ووالدتها تكافح وحدها. يتناول مسلسلها طفولة إيليندي وعملها كصحفية في تشيلي ونفيها إلى فنزويلا بعد الانقلاب العسكري لأغوستو بينوشي عام 1973، كما يغطي وفاة ابنتها باولا في سن 29 عاماً بسبب مرض نادر. عاشت الكاتبة قرابة 3 عقود في الولايات المتحدة. إيزابيل من أشد المنتقدين لسياسات الهجرة التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أعتقد أن جزءاً من ذلك سيتغير، لن يفصلوا الأطفال ويضعوهم في أقفاص، تعلق إيليندي. باعت إيليندي أكثر من 75 مليون كتاب حول العالم. تخطط لنشر أحدث رواياتها فيوليتا في أوائل العام المقبل. تقول أن أسلوب عملها كان منضبطاً ودقيقاً، وتقضي معظم أيامها في كتابة كتبها بسعادة. طالما لدي كتاب أو مشروع كتاب أنا بخير، لست بحاجة إلى أي شيء، لأنني أعيش في هذا العالم الخيالي وهو حقيقي بالنسبة لي. وأنت، هل سبق أن قرأت أحد كتب إيزابيل إيليندي؟